إذا كان القرار رفع الحظر هو قرار سياسي، فألا تعتقد يجب أن يبنى هذا القرار على الرأي الفني أن هم يستشيروكم نرفع لو ما نرفع؟ أنتم الآن تقودون المعركة، أنتم من يقدر مصلحة المواطن لأنه تتعاملون مع هذا الوباء، بالتالي أنتم أخذوا رأيكم برفع الحظر لو هم الولد من يوم سووا؟ لا، قرار ورأي وزارة الصحة كان واضحا بهذا المضمون، بس ما ننسى موضوع حتى نكون منصفين، ما هو نفس قرار الحظر بكل صراحة أنت تعلم وأنا أعلم والجميع يعلم أنه ما طبق بشكل تام، وخصوصا مع شديد الأسف وبكل صراحة ولا حد يزعل في المناطق الشعبية المناطق المكتظة التي هي بسبب طبيعتها المكتظة، طبيعة كثرة الكثافة السكانية عالية فيها، هي معرضة للإصابة أكثر من غيرها. الكل يعلم مع شديد الأسف أنه في كثير مناطق من بغداد وغير بغداد ما طبق بالشكل اللي رادته وزارة الصحة، لعلك تتفق معي في هذا. تمام، يعني شنو اللي ردتوه انتو دكتور؟ بشكل 100% هو السؤال سيد الكريم عند مستوى التطبيق، يعني هسه مثلا موضوع الحجر المنزلي، هذه الفكرة أو المفهوم هو يعتمد على مدى ثقافة المواطن نفسه. ترى وزارة الصحة مهما كانت أو أي جهد حكومي، أنا شغلتي أنه أتكلم بقواعد الوقاية الشخصية، لكن أنا ما أستطيع أدخل للبيت وأجبر الشخص على أنه مثلا يهتم بالنظافة الشخصية ويغسل إيده وكذا ويحمي نفسه، لأن يبقى الدافع والوازع هو من الإنسان نفسه. ولذلك إحنا دائما وأبدا نؤكد على دور التوعية الصحية، التثقيف الصحي، ودور الإعلام، دوركم أنتم. وبكل صراحة بكل إنصاف، إحنا بالبداية ما شفنا الاستجابة المطلوبة من وسائل الإعلام ومن الإعلاميين، لكن شهادة لله يعني شفنا دور فعال وكبير ومتصاعد ومتزايد. ومن حضرتك أنت بالذات أوجه لك التحية، الله يسلمك، تقدير واحترام لدورك في معاونتنا موضوع نشر الثقافة الصحية والتثقيف الصحي. يبقى المقياس والمعيار الأهم هو مدى التزام المواطن. نحن اللي نفترض أنه ماكو حركة بالشارع، لكن هل بالبيت أكو حركة؟ ما هي الموضوع تكاملي، يعني مو بس فقط أني أوقف الدوام أوقف السفر، لا، لابد أنه ألتزم بجميع قواعد وتوجيهات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وليس فقط لأن الحكومة تتابعني وتحاسبني.